إذن أهلا وسهلا لمتابعينا الكرام، متابعي قناة شرطة في قناة الشعب، في البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. هذه الأجواء على مستوى صور ديال المدينة العتيقة، وبالضبط من مدخل الباركي ديال الحمادي الذي تم تزيينه بهذا الأضواء ليعطي هذا الصورة الجميلة جدا. وأكيد بأن هذا الأضواء فهي زادت جمالا هذا المدخل وكذلك صور المدينة العتيقة. إذن هذا الأضواء الصفراء وهي على طول صور المدينة العتيق كيف كتشاهدوا معنا، خصوصا على مستوى هاته الأبراج باتجاه باب التوت. فالأجواء تبدو جميلة جدا كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام من خلال الصور ومن خلال البث المباشر على مستوى شارع الجزائر هنا بمدينة تطوان بالحمامة البيضاء. إذن كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، هذه الأجواء مباشرة من مدخل باركي ديال الحمادي هنا بالحمامة البيضاء. هذه الأجواء كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، أجواء تبدو جميلة جدا، والتطوانيون وكذلك زوار المدينة فهم اتخذوا هذا المكان كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام مكان خاص من أجل أنهم يجلسوا شوية وكذلك يستمتعوا بهذا المنظر الجميل جدا بهذا الشارع بمحاذاة صور المدينة العتيقة، حيث هذا الأضواء التي تزين جنبات هذا الصور هنا على مستوى شارع الجزائر. وبين هاد جوج ديال الأسوار كاين جوج ديال الأبواب التاريخية، باب التوت وباب النوادر، إلى جانب مدخل هذه الأبراج التي توجد على مستوى مدخل ومخرج الباركي ديال الحمادي، حيث تتواجد هنا ساحة الفدان الجديد كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. هذا هو المدخل ديال ساحة الفدان الجديد، وعلى مرأى من أعيننا توجد يعني فوق يعني القصبة التاريخية أو القصبة المارينية أو قصبة ريغولاريس التي اتخذها الإسبان كتكنة عسكرية سابقا خلال فترة الاستعمار الإسباني لشمال المملكة. إذن كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، لازلنا في البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان من الحمامة البيضاء، حيث أعطت هذه الأضواء يعني جمالية خاصة لصور المدينة العتيق نبي مدينة تطوان بالحمامة البيضاء. والأجواء تبدو جميلة جدا كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام من خلال هذه الصور ومن خلال هذه كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، الأضواء تزين جنبات صور المدينة العتيقة هنا بمدينة تطوان كيف كتشاهدوا يعني هذه الأضواء فهي زادت من جمال هذا الصور وهذا الأبراج المحيطة والتي تتخلل بين الفينة والأخرى صور المدينة العتيقة. إذن هذه الأجواء متابعينا الكرام مباشرة من مدينة تطوان وبالضبط من مدخل الباركي ديال الحمادي، وكذلك حتى هذه الأضواء فهي أعطت صورة جميلة جدا كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام للقصبة التاريخية التي توجد جبل درسة، وهي قصبة أو القصبة المارينية أو قصبة ديال الريغولاريس. الأجواء تبدو غير عادية هنا بمدينة تطوان الحمامة البيضاء، حيث أعطت هذه الأضواء جمالية خاصة بمدينة تطوان. عزدين رمزي السلام عليكم. وعليكم السلام المتابعين ديالنا عزدين رمزي ولكل المتابعين ديالنا من مختلف المدن المغربية. نادية ميسان بونسوار
بونسوار، نتمنوا ان شاء الله انكم تقضيوا معنا فترات اللي هي جميله من خلال هذه الصور ومن خلال البث المباشر. هذا هو شارع الجزائر هنا بمدينه تطوان بالحمامه البيضاء، لان هذا هو مدخل باركي ديال حمادي، حيث التطوانيون وزوار المدينه وكذلك الاجانب يعني مستمتعين باوقاتهم بجانب هذه التحفه التاريخيه بهذا الصور العظيم الذي يصنف كتراث عالمي انساني من طرف منظمه اليونسكو. هذه الاجواء كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام مباشره من مدخل باركي ديال حمادي على مستوى مدينه تطوان، حيث هذه الاضواء الجميله اعطت جماليه خاصه لهذا المكان، خصوصا على مستوى هذه الابراج. الزين رمزي زوين بزاف والله، صحيح هذه الاضواء فهي اعطت جماليه كبيره لهذا المكان ورونق خاص، مشهد جميل وبديع جدا. هذه الاجواء متابعينا الكرام مباشره من مدخل باركي ديال حمادي، حيث اعطت ادريس ميد انا من كازا وكتعجبني تطوان بزاف. شكرا المتابعين ديال المتابع ديالنا الادريسي محمد. هذه الاجواء متابعينا الكرام مباشره من مدخل باركي ديال حمادي بمدينه تطوان، حيث الاجواء تبدو جميله جدا كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذا الصور ومن خلال هذا البث المباشر. ديال الاجواء جميله جدا مود ان مروكو. الاخوان شيت في عم طلعوا على بنيك كارغول، راه الكارغولويين راهم مطلعينها على راسهم مادام انهم فرضوا الفيزا فهم مطلعينها على راسهم بلا ما نطلعوها احنا عليهم. سفيان اكوداد تحياتي من برشلونه، تحيه سي سفيان وتحيه لجميع المتابعين ديالنا من مختلف المدن المغربيه. هذه الاجواء مباشره من مدخل الباركي ديال حمادي، حيث الاجواء تبدو جميله جدا كيف كتشاهدوا كيف كتتابعوا معنا متابعينا الكرام من خلال هذه الصور ومن خلال البث المباشر. وكيف قلنا فهذه الاضواء فهي اعطت جماليه خاصه لهذا المكان ولهذه الاسوار ديال المدينه العتيقه. المتابعين الكرام ما بقى لنا الا اننا نودعكم على امل اننا نلقاكم ان شاء الله، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.